الطبيب جايد ليد ديسايد كطبيب ما يسمعش او مش دور انه يلبي رغبات المريض بتاعه ايا كان وايا كان المردود المادي. دي العبارة دي مش مجرد عبارة شكلها حلو، لا دي حقيقة اتفقت عليها الأديان وأيضا العلوم الإنسانية. نحن بني آدم عبارة عن كيانات روحية بتخوض تجربة إنسانية. أخرت التدخلات الطبية التجميلية غير المبررة خاصة البوتوكس والفيلر اللي بيهم بنتعامل مع الوجه تحديدا أخرته سيئة جدا. أخرته حاجة اسمها ايموشنال الزهايمر. ايموشنال الزهايمر فقدان ذاكرة عاطفي. بناء على رغبة المريض وليس رؤية الطبيب. سوسيولوجي سايكولوجي فيلوسوفي لوجيك كل العلوم متفق على ده. ايه رد الفعل بتاع المخ بتاعنا؟ بلوك.